صارت اخر اخبار الرياضيه والا اخبار الصحف الرياضيه شنو تحكي في مختلف بطبيعه في سواء كان على المستوى المحلي او المستوى العالمي. دونك ابرز عناوين الصحف الرياضيه مع مهدي بن سليمان. لا ريفيو دو بريس عسلامة من جديد أمير. هذه لا ريفيو دو بريس باي ستاد ميد، معرض صحافة جديد نستعرض معكم من خلاله كما العادة أبرز عناوين الصحافة المكتوبة الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 2 فيفري 2024 فيما يخص الشأن الرياضي المحلي والعالمي، والبداية بأخبار الكان ولي غروس أفيش اللي باش يتلعبوا اليوم ضمن فعاليات الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا. منتخب الكونغو الديمقراطية باش يجي يواجه منتخب غينيا 9 متاع الليل بتوقيت تونس، في حين المنتخب النيجيري باش يواجه أنغولا 6 بتوقيت تونس. نلقى عنوان في هذا الإطار في جريدة لابريس الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 2 فيفري دي سوبر إيجل أون رو ليبر، واللي معناه المنتخب النيجيري في طريق مفتوح. الصحيفة اللي حكيت على الديويل ديزيكيليبغي وين منتخب نيجيريا يعتبر مرشح سور بابي للوصول للدور نصف النهائي، لكن لا فيرسيون الحالية ملكان علمتنا اللي ما فماش فافوري، خاصة بعد إقصاء منتخب أسود التيرانغا السنغال ومنتخب الفراعنة مصر، هذا بالإضافة للمرشح فوق العادة والمفاجأة المدوية المتمثلة في إقصاء منتخب المغرب بعد لا ديفيت امبروبابل ضد منتخب جنوب افريقيا 2-0. منتخب نيجيريا باش يلقى روحه ضد منتخب انغولي، وصل للدور ربع النهائي الاول منذ كان 2010، واقصى ناميبيا في الدور الثمن النهائي، واخر فيكتوار ليه ضد نيجيريا ترجع لكان تونس 2004 بنتيجه 1-0 في دور المجموعات. بورتو نيجيريا حققت زوز انتصارات على انغولا في 2018 و1989 وقت اللي وفات زوز مواجهات بالتعادل في 2012 و2005. هذا فيما يخص تاريخ المواجهات بين لي دو ناسيون. اليوم الكونتكست تبدل ولونجو كبر واللعب على بيي للكاريداس، ونيجيريا تطمح لنيل لا كورون كونتيننتال او التاج القاريه بعد خيبه الكان اللي فات واقصائها من تونس في الدور الثمن النهائي بعد ما كانت بارمي الفرق المترشحه. بخصوص لقاء الكونغو الديمقراطيه وغينيا، منتخب فهود الكونغو المنتشي باقصاء مصر بركلات الترجيح في الويتيام دو فينال باش يواجه غينيا اللي اقصى غينيا الاستوائيه بعد الدربي المثير وهدف محمد بايو في اخر سكوندا من لقاء في الموني تايم. بخصوص المواجهات المباشره، فانه منتخب فهود الكونغو عنده لاسوندون سيكولوجيك بعد فوز في الاربع مواجهات مباشره اللي جمعت زوز منتخبات، واللي اخرهم ترجع لعام 2017 وفوز الكونغو على غينيا 3-1 وقبلها بعام بنتيجه 2-1. لكن تقعد هذه الكل ارقام في ولكان مجنون كيما هذا، يصعب التكهن بالفائز في شوك الربع النهائي وين يحاولوا زملاء محمد بايو والمنتخب الغيني باش ياخذوا ثارهم الكونغو الديمقراطي وتقعد حقيقة الميدان هي الفيصل. وهبي مقابلات قوية برشا وحاسمة ومصيرية في كأس الأمم الأفريقية وعدة مفاجآت نشوفوا فيها برنامج اليوم، نيجيريا أنغولا الكونغو الديمقراطية وغينيا. الحقيقة في المقال اللي كنا نسمع فيه فمن حسيت نوع من التناقض، وقت اللي تقولك نيجيريا مرشح فوق العادة ومنتخب على الورق هو اللي مرشح باش يهز المسابقة، ومن بعد تقولك المنتخبات الدورة هذه علمتني اللي ما فما حتى منتخب يعني ماشي باش يضمن بلاصتو. الحقيقة الدورة هذه فاجأتنا مقارنة بدورات أخرين، كي نحكيه أنه منتخب كما السنغالي كان مرشح قوي باش يتوج خرج من ثم النهاية، منتخب المغرب المرشح فوق العادة باش يمشي لبعيد يغادر، مصر اللي عودتنا باش تمشي لبعيد ديما في كأس أمم أفريقيا حتى في أسوأ حالاتها اليوم تغادر من دور ثم النهائي، رغم أنه كانت برشا مصريين يعولوا على أبو جبل وقت اللي وصلوا لركلات الجزاء باش يترشحوا، المنتخب المصري غادر المسابقه كيف قبلها الجزائر تونس وغيرهم من المنتخبات. اليوم كاس امم افريقيا ما فماش منتخب ضعيف، ما فماش منتخب سهل، ومباراه سهله لا مباراه كل صعيبه، مباراه تلعب على 90 دقيقه، المنتخبات الكل حضرت وحاضره للمسابقه هذه بالشرف بلادها. كي تشوف منتخب الكونغو الديمقراطيه الاداء الكبير اللي قدم فيه، مدرب عارف روحه فاش قاعد يعمل، كي تشوف منتخب غينيا كيف منتخب منظم، ترشح في مجموعة السنغال والكاميرون وصل لهنايا ماهوش من فراغ. كيف تشوف منتخب نيجيريا، هو صحيح مرشح والأقوى تقريبا ما بين 8 منتخبات اللي قادوا، ولكن يقعد مازال قدام باركور ماهوش سهل. أنغولا بالتطور الكبير بالنتيجة الساحقة في الدور الثم النهائي ماهوش بالسهل أنك تربح 3-0 في الدور الثم النهائي حتى لو كان منافس سهل. كيف بالنسبة لنا فما
جوج مرشحين اخرين نعتبرهم في الدوره هذه هما منتخب مالي ومنتخب جنوب افريقيا اللي كانوا معنا في المجموعه هذه في المجموعه متاعنا. منتخب مالي منتخب صعيب برشا، منتخب يمتلك وسط ميدان ممتاز، دي جور دو كاليتي، كيف كيف منتخب جنوب افريقيا بمدرب عدى الدور الاول، عدى اهم نقطه بالنسبه لي ترشح من الدور الاول، ثم كل مباراه ياخذها على حده. كي تشوف اداء جنوب افريقيا مع المغرب الحقيقه اداء كبير برشا، وقف اهم نقاط قوه المنتخب المغربي بالرغم اللي ركلة الجزائر ضاعت في المباراة، ولكن المنتخب جنوب افريقيا منتخب كان راكز في المباراة. اليوم زوز مباريات مهم سهلين كي نحكيو خاصة على المباراة الأولانية نيجيريا وانغولا. منتخب نيجيريا منتخب بنجوم كبار، أوسيمان لقمان كيف كيف يلعب في أتلانتا، نحكيو على ملاعبية كبار ياسر يلعبوا في المنتخب النيجيري، يعني كي تشوف أغلب ملاعبية المنتخب النيجيري يلعبوا في البطولات الخمسة الأوروبية الكبيرة. بهنا باش نعرفوا قيمة المنتخب هذايا اللي أنا شخصيا كنت حتى قبل الدورة هذه كنت متوقع له باش يمشي لبعيد، لكن الشانس كبرت تويكا باش يمشي أكثر أنه يمشي يهز التيتر، لكن فماش مباريات سهلة. اليوم عادي جدا نلقاو منتخب نيجيريا خارج الكون، زوز مباريات باش نتفرجوا فيهم باش نستمتعوا بكرة، لأنه حقيقة زوز مباريات أربعة مدربين عارفين روحهم فاش قاعدين يعملوا، عارفين روحهم على شنو جايين، رغم الانتقادات مثلا كما منتخب نيجيريا قبل الدورة إلى أن لقينا منتخب حاضر. نستنى زوز مباريات تاع اليوم شنو باش نتفرجوا فيهم. نتعداو الأخبار البطولة المحلية والموضوع الحارق صلب فريق جوهرة الساحل النجم الرياضي الساحلي هو موضوع المدرب، وين نلقاو عنوان في صحيفة الشروق الصادرة بتاريخ اليوم، انفراج في أزمة النجم العجلاني يخلف بن يونس. الصحيفة اللي حكيت على أولويات الهيئة التسييرية في الظرف الحالي كانت تسوية الوضعية المالية للاعبين والإطار الفني لتوفير الظروف المريحة للعمل، وهذا ملف وباش يتسكر باش نجم فريق النجم الرياضي الساحلي يركز تركيز كلي في قادم الاستحقاقات. الصحيفة اللي طرقت الموضوع رحيل عماد بن يونس وقالت اللي هو ما بخلش بقطرة عرق لإسعاد الأنصار، لكن الهيئة محمتوش حسب تعبيرها من حملة الفيسبوك، الشيء اللي خلاه يغادر في صمت خاطره واجتهد رغم الأزمة المالية وعقوبات المنع من الانتداب. وبعد رحيل بن يونس برشا أسماء اتطرحت على الساحة منها منذر الكبير ولسعد الدريدي وعمار السويح، لكن الهيئة استقرت على قرار تعيين أحمد العجلاني كمدرب جديد لزملاء أسامة عبيد قبل مرحلة التتويج في البطولة ومباريات الشامبيونز ليج اللي تستنى الفريق. الشروق أكدت اللي المكالمة هاتفية جمعت رئيس النادي عثمان جنايح وأحمد العجلاني نهار الأربعاء كانت كافية باش يحصل على الاتفاق المبدئي بين زوز أطراف. العجلاني اللي وافق على برنسيب تدريب جمعية كبيرة كيما ليتوال، واللي سيبورتير كانوا فرحانين بالخبر بحكم أنه العجلاني يعرف كل كبيرة وصغيرة على الجمعية، وزيد على هذا تجاربه الناجحة مؤخرا مع أندية عربية كما الشعلة والهلال والقادسية من المملكة العربية السعودية، أولمبيك خريبقة واتحاد طنجة في المغرب ونادي الخريطيات في قطر. النجم الساحلي تعاقد مع مدرب شخصيا ما نعرفوش برشا، يعني صحيح التجربة اللي كي نشوفوا التجربة متاعو أما ما دربش فريق كبير نجم نقولوا عليه أنه بالفعل نجم الساحلي. هو مدرب غير متوج، ما نجموش نقوله مدرب مش كبير، معناها مدرب غير متوج ما عندوش ألقاب، وهنا باش نطرح تعيين ويطرح كذلك على التسويلات على خاطر نعرفوا التمشي نتاع الفرق دائما كي يحطوا مدرب الجماهير تتسائل على المدرب هذا. احمد العجلاني ماهوش متوج بألقاب ولكنه مدرب ينجم يقدم افضل مستويات مع الفرق كما كان يحكي مهدي، معناها في البطوله المغربيه قدم مستويات محترمه، كذلك سبق له اللي درب فريق الهلال السعودي لفتره قصيره، معناها الناس اللي ما تعرفش، ولكن بدون ألقاب تذكر. وهنا السؤال اللي يطرحه اليوم جماهير النجم، هل المدرب هذا شنو الاوبجكتيف نتاعو كي جا الفريق؟ هل التتويج بالبطوله ولا الحفاظ او تحسين مستوى الفريق؟ سؤال مهم برشا. اداره النجم الساحلي تمشي متاعها شنو في وقت مغادره عماد بن يونس وتعيين مدرب مثلا احمد العجلاني؟ مانيش نقلوا من قيمه المدرب هذا، ولكن ما فماش انجازات تذكر للمدرب هذا. صحيح قدم دي بيرفورمانس ممتازين مع فرق دربهم كيما أولمبيك خريبقة كيما اتحاد طنجة يعني، لكن ما سمعناش مثلا بأحمد العجلاني سابقا درب فريق كبير ياسر نجم يعول عليه الفريق. صحيح هو من أبناء النادي وكان درب الفريق سابقا في التسعينات، يعني قعد معهم 5 سنين تحديدا من عام 1990 ل 1995، ولكن شتان ما بين الفترة هذيك اللي عداها واليوم فما فرق كبير ياسر ما بين البريود اللي عداها قبل في النجم الساحلي. نزيدوا عليه شنو التمشي متاع إدارة النجم الساحلي؟
في الوقت الحالي ووقت مشى عماد بن يونس يعني نورمالمون الاداره تكون مخططه للمرحله اللي من بعد، انه مثلا نعينوا المدرب هذايا بسبب اهداف معينه. النجم الساحلي مشى في حل انه نمشيو المدرب نجيبو اقل تكلفه، ينجم يعني يمشينا البريود هذه، لانه كي تسمع اسامي قبل منذ الكبير منتصر لوحيشي لسع الدريد، يعني سمعنا برشا اسماء قراب من نجم الساحلي، ثم جاء اسم خارج الصندوق تماما بعيد على كل شيء. احمد العجلاني حتى في تصريحاته قال انه يعني شرف كبير وما استناش برشا وقت باش انه عطى برشا وقت باش يجاوب على الاتصال اللي جاه باش انه يدرب النجم الساحلي. في الوقت الحالي يمكن في الوضع متاع النجم الساحلي مدرب خارج الساحة مش معروف برشا باش ممكن ينقص نوع من الضغط، لكن جماهير النجم الساحلي مش باش تصبر في وسط المشاكل اللي موجودة الكليكة. كي نحكيو على مشاكل مادية خاصة، يعني برشا ملعبية ماهيش خالصة، خروج عماد بن يونس، فما منع من الانتداب، يعني المجموعة ناقصة ياسر. هل أنه هدف النجم الساحلي باش يمشي يتوج كما الموسم اللي يتعدى، أم أنه فقط الفريق باش يشارك ويحاول ياخو مركز مؤهل لمسابقة إفريقية؟ هنا باش نستناو هذا اللي باش تعطيهونا الايمات الجاية. لكن شخصيا أنا مانيش مع برشا التعيين هذايا، ممكن فقط الأسباب يعني الأموال هي اللي خلت نجم الساحلي يمشي في التمشي هذا. حبيت نعلق معناتها على انتداب أحمد العجلاني معناتها كمدرب أول لفريق النجم الرياضي الساحلي، بين التمشي متاع الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي مشيت أكثر للبروفيل متاع ولد النادي ويكون إكسبيريمونتي. كيف نشوف المدرب من 1990 بدايراني نفهمه كونه معناتها مدرب محنك وعنده من التجربة ما يكفي باش يشد يعني المنصب هذا اللي هو معناتها مسؤولية كبيرة، ريسبونسابيلتي كبيرة كونك تشد جمعية كيف النجم الرياضي الساحلي. كونسيرنون لي تيتر كيف نشوفوا البالماريس نتاعو، يعني الجمعيات اللي شدهم الكل احمد العجلاني بريسك معناتها ابار الهلال اللي ما شدوش فتره طويله 3 اشهر فقط ثم غادر، ما عمرهم ما كانوا يلعبوا على التتويج والا يعني سيتوتا في نورمال كونوا مهز حتى تيتر بعد 34 سنه كارير. وممكن ممكن برشا كونوا معناتها الفرصه ذي والاوبورتونيتي ذي مع النجم الرياضي الساحلي تكون له فرصه باش يتوج معناتها اول تتويج ليه. سي بوغ سا نتصور انا كونوا قبل بالميسيون هذه خاطر يعرف كونوا مع النجم الرياضي الساحلي فما اون شونس باش ياخذ تيتر. السؤال آخر اللي يتطرح في تقديم المدرب أحمد العجلاني تم تقديمه مع السيد عثمان الجنيح رئيس الفريق، وكان لعثمان الجنيح سبق له قبل مدة أنه قدم استقالته وانسحب من منصب وهبي. الحقيقة مقولوش تناقض، ولكن فما نوع من الحاجة مش مفهومة أنه إذا عثمان الجنيح قرر باش أنه ينسحب من النجم الساحلي من الهيئة التسييرية بحكم السن متاعه قال أني تعبت، كيف كيف فجأة نلقاو هو اللي موجود في الصورة الأولى. الثانية التعيين متاع عثمان جنيح والظهور في نفس الوقت مع المدرب ينجم يبعث رسالة أنه عنا ثقة في المدرب هذايا، رانا عيناه وعنا فيه ثقة. لكن فما حاجة نقطة مهمة ياسر، عثمان جنيح يعني الخبرة الكبيرة ياسر ونعرف قبل البريود الكبيرة اللي عدى في النجم الساحلي وحتى الألقاب اللي كانوا موجودين معاه، يعني تعدى مدربين كبار ياسر، موش بسهل باش يطلع في حاجه كيما الحكايه. ولكن انه اختيار المدرب احمد العجلاني مهدي قال انه درب فرق كبيره ممكن ما دربش فرق اللي تلعب على التتويجات، ولكن كل مدرب ولا كل شخص يحط روحه. احمد العجلاني ممكن مشى في تمشي انه يدرب فرق كيما الحكايه، مش انه في مدرب درب فرق متوسطه وعمل معها دي بيرفورمانس ممتازين انه قادر يمسك كيبه كبيره، وهذا رناه مع برشا مدربين حتى لهنا في تونس. نعطي اكزامبل منتصر لوحيشي اللي كان قريب حتى من النجم الساحلي في يعني لي باساج اللي عداهم قبل مثلا مع النادي البنزرتي مع الملعب التونسي مع مستقبل جابس، عدى باساج ممتازين نوعا ما، وصل حتى مع النادي البنزرتي يعني في الثلاثه مراكز الاولانيين في وقت ما من البطوله. كي جا النادي الافريقي مش نفس الاهداف، النادي الافريقي وخاصه انه ما توج معها بحتى لقب، وصل نهائي كاس تونس ولكن ما توج بحتى لقب، يفرق ياسر هنا باش تعرف قيمه المدرب. هل لا انا قلت وهبي سامحني قصيت عليك كونه معناتها الخبره الاكسبيريونس هي معناتها اللي تصب في كفه العجلاني كونه معناتها كارير 34 سنه دو كارير معناتها كمدرب ممكن يعني يكتسب برشا حاجات برشا خبرات. يعني كمش تقارن انت بروفيل العجلاني بروفيل المنتصر لوحيشي ماهمش يعني مش كيف كيف، ولكن صحيح خبره متاع 34 سنه يعني خبره كبيره، ولكن خبره كل مدرب والاسلوب متاعه. نعرفوا برشا مدربين في العالم يكون
يكون عمره حتى فوق 60 وفوق 70 سنة ولكن عنده تخصص معين، فما مدربين بخبرة كبيرة ولكن تقاهم يدربوا في فرق اللي هي تلعب على تفادي نزول مثلا، تقاهم يدربوا في فرق اللي هي وسط الترتيب، فما مدربين معروفين أنهم ينافسوا على اللقب. تمشي إدارة النجم الساحلي واضح، فما نقص متاع إمكانيات كبير ياسر، ما نجموش يجيبوا مدرب قيمة كبيرة، ممكن يقولوا يخموا في مدرب نوعا ما ابن النادي انه هو يعرف الظروف تويكا بخبرة متاع 34 سنة ينجم يمشي العملية، ولكن نتصور جماهير نجم الساحلي كما ما صبرتش على عماد بن يونس يعني اي خطأ ولا اي تعثر بالنسبة للفريق مع المدرب احمد العجلاني بيصير الانتقادات، لانه عماد بن يونس يعني مش تفرق تويكا، احمد العجلاني مش بيجي مش يلقى ظروف كبيرة ياسر ولا مش يلقى ملاعبية اخرين جاو نفس الملاعبية نفس الاصابات اللي هي موجودين نفس النقائص متاع الفريق كيف نفس المشاكل المادية وانه نقص برشا فلوس وبرشا ملاعبية مش خالصة، هنا طريقة التعامل هي اللي باش تفرق ياسر بالنسبة للنجم الساحلي. نتمنوا كل التوفيق، النجم الساحلي عنده زوج مباريات في دوري ابطال افريقيا، عنده مباريات تو البلاي اوف، الهدف أني المشكل انه النجم الساحلي ما حددش الهدف، ما قالش اني عندي هدف معين، فقط كانه حسين النجم الساحلي انه فقط انه باش يمشي الموسم وين ما ترسي يعني، اما باش نحقوا لقب مشينا نفسنا على البطوله وحقنا لقب فبها، اما انه باش نلعبوا على مركز مؤهل فبها، او انه باش نشاركوا فقط، لانه كي تشوف مثلا الملعب التونسي الاتحاد المنستيري باعوا ملاعبيه، الاتحاد المنستيري نحى الملعب من الانتداب جاب ملاعبيه اخرين، واضح الهدف باش يحاول ينافس في مرحله البلاي اوف، هذا مش موجود مثلا في النجم الساحلي، فما فرق كبير ياسر ما بين المشاكل الماديه بتاع النجم الساحلي والاتحاد المنستيري، هذا واضح للناس الكوليكا، وبرشا فلوس للنجم الساحلي يعني يسالوهم منهم مدربين وملاعبيه، ولكن هذا ما يمنعش اللي فما تمشي متاع اداره الاتحاد المنستيري في الـ في الـ في الخطوه هذه، كل توفيق ان شاء الله، نتمنى شخصيا نتمنى نجاح بالنسبه للمدرب. مهدي باش نختموا لا ريفيو دو بريس لليوم باخبار الترجي الرياضي التونسي اللي قاعد يقوم حاليا بتربص في الدار البيضاء في المغرب، وين لقاو عنوان في صحيفه الصباح اهولو وبوكيا يلتحقان بالمجموعه في الدار البيضاء، الترجي اللي تمكن من حسم صفقتين من العيار الثقيل في الديدلاين داي في الميركاتو الشتوي بعد ما نجح في فسخ عقد يوسف اومارو بعد 6 شهور فقط من انضمامه، اللاعب اللي صحح فيما بعد مع الملعب التونسي ليبر، بالاضافه لملف بن عياد اللاعب الجزائري اللي تم تسريحه على سبيل الإعارة للرجاء البيضاوي مع أحقية الشراء، ما غير ما ننسى بطبيعة تصريح معتز الصدام النادي المصري البورسعيدي على سبيل الإعارة افيك اوبسيون داشا، الترجي وبعد عملية الغربلة تمكن من اختطاف جناح أيمن أروكا البرتغالي صاحب 28 سنة أندري بويكا واللي قيمته التسويقية مليار ونص واللي عنده إمكانيات هجومية ممتازة، على أمل أنه يكون لابيغ الغاغ اللي يبحث عليها فريق باب السويقة منذ فترة، بالإضافة للإكس مونستيريان لاعب الرجاء البيضاوي المغربي صاحب 28 سنة التوغولي روجي أهولو اللي يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي البوست اللي يعاني فيه الترجي منذ رحيل فوسيني كوليبالي، دي ريكروتمون ديتاي شهدتها القلعة الحمراء والصفراء وتم تأهيل الزوز لاعبين للشامبيونز ليج، الفني البرتغالي الجديد للترجي ميغيل كاردوزو يقود ثورة حقيقية ولاهي لهوة خاصة بعض اللاعبين اللي مخذاوش حظهم في الفترة الأخيرة كما أسامة سهيلي اللي يحظى بعناية فائقة من المدرب لاستعادة إمكانياته الفنية والبدنية، المدرب اللي يركز بالأساس على الجانب الذهني اللي يعتبره برمي العوامل الرئيسية اللي تساعد اللاعبين للظهور بمستوى جيد. وهبي الترجي الرياضي التونسي يغربل مع المدرب الجديد، الفريق حاليا موجود في الدار البيضاء في المغرب تربص مغلق غادي للفريق، مغادرة عدة أسامي أبرزها فاروق الميموني معتز الصدام وأمارو، وهو الشيء كذلك اللي يطرح علامات استفهام عديدة على انتدابات الترجي الفترة الأخيرة. الحقيقة كي تشوف مثلا أمارو سميتو أمير انه جاء في الصيف اللي فات ثم وقيمة فسخ العقد، يعني الحقيقة رقم مهول خروج أمارو بالنسبة للترجي الرياضي، على انه برنسيب شي الترجي مشى انه في الاول نجيبوا الملاعبيه اللي هما في البطولة متميزين كانوا نجحوا في الموسم اللي فات، تقريبا الملاعبيه اللي جاوا مش الكل نجحوا، حسام تقال نجم نقول الملاعبي اللي نجح في الترجي، بقيت الملاعبيه أمارو ما اثبتش وجوده كيف أسامة بوغرة في برشا اوقات لقوا احتياطي في الفريق، لكن ممكن زوز انتدابات نعتبرهم شخصيا ممتازين بالنسبة للترجي، بوكيات تفرجت فيه شوية ما نكذبش تفرجت فيه شوية، لكن ملاعبي عنده إمكانيات نجم يعاون ترجي برشا خاصة على الكوتي اليمين اللي هي في الهجوم
مسبب نوع المشاكل. حسام الدين غشة ماهوش يقدم في الإضافة الكبيرة على الجهة اليمين، ماهوش قاعد يعطي في برفورمانس كبيرة ياسر، كيف كيف أسامة بوقرة على اليسار ماهوش قاعد يعاون برشا في الترجي في برشا مباريات، رينا حتى مغادرة الترجي في السوبر ليج. ممكن لو كان في ملعب آخر في بعض اللقطات مثلا مكان أسامة بوقرة كان يفرق ياسر في اللعبة. ممكن الحاجة هذه تعاون ياسر المدرب أنه يرجع مثلا حسام الدين غشة على الجهة اليسار ويلعب بوكيا على الجهة اليمين. كيف كيف روجيا ولو الملعب هذا اللي هو نعرفوه ناس كليك تفرجنا فيه قبل في الاتحاد المنستيري، الباساج متاعه ما كانش ممتاز برشا في بالنسبة ليه مع الرجاء البيضاوي، ولكن ما كان زاد فاشل، ما كانش يعني باساج فاشل مع الاتحاد المنستيري مع عفوا الرجاء. يمكن حاليا باش ينفع ياسر الترجي خاصة في مركز لعب الارتكاز، المركز هذا اللي ينقص ياسر الترجي وخلى الفريق يتقلق ياسر في برشا مباريات انه ما يلقاش ملاعبي اللي يركز عليه ديفونسيفمون. صحيح الملاعبية ممكن من اسباب الثغرات الكبار ياسر اللي يعني في دفاع الترجي انه ما فماش لاعب ارتكاز صحيح انه يعاون ياسر الملاعبية، لانه هو تقريبا اول مدافع حتى قبل المدافعين اثنين كما ياسين مرياح وتوجي. لكن خاصة غرب ممتازة جدا، برشا ملاعبية خرجوا، فاروق الميموني ما خذاش فرصته في الترجي، ولكن ملاعبي عنده امكانيات كبيرة برشا الميموني. انا شخصيا يعني فاروق الميموني تفرجت فيه قبل من احسن الملاعبية اللي ريتهم في الجيل متاعه يعني، لكن في الوقت الحالي انه اختيار المدرب انه يستغنى عليه ما نتصورش من فراغ. كيف كيف فاروق الميموني ما قدمش الاداء اللي يخليه في الترجي يعني يظهر، او حتى للمدربين اللي جاوا ما عطاوش الفرصه نتاعو يعني، جات منه ومنه. ممكن احسن فرصه ليه انه يمشي للمستقبل مرسى حاليا يثبت وجوده في ميكا. يوسف أمارو نقعد هذا لغز بالنسبه شخصيا لينا، انه جاء انتدابه في الصيف اللي فات، ملعبي كان مش يبني عليه الترجي، كان المدرب معين شعباني في البدايه يعتمد عليه في بلاست كوليبالي اللي هي مش بوست نتاعه. كيف كيف المدرب بعد طرق ثابت حاول يعتمد عليه خلف المهاجم كما ما كان في الاتحاد المنستيري، ما قدمش اضافه كبيره، حاليا خرج. شخصيا نستنى ممكن منه الاصابه ومارو راهو صحيح من المشاكل ممكن الاصابه، شخصيا نستنى منه نجاح في الاتحاد في الملعب التونسي. لواش لانه نجاحه سابقا مع الاتحاد المنستيري فريق اقل ضغط مقارنه بالترجي الرياضي، ينجم يخليه يقدم احسن ما عنده في الترجي. مطلوب حاجه اخرين هذوما اللي ما كانوش موجودين بالنسبه ليوسف أمارو في فترته في الترجي، توي نجم يخليه نجم ينجح في الملعب التونسي خروج خاص. هو الحديث كنا نحكيه واحنا مش قاعدين نحكيه اذا باش ينجح ولا لا مع الملعب التونسي، كلامنا قاعدين نحكيه على طريقه فسخ العقد والخروج من الفريق. وطريقة فسخ العقد بعد 6 شهور فقط، وقيمة فسخ العقد يعني كي تشوف المبلغ، مبلغ ما هو 1.2 مليار نحكيه، يعني مبلغ كبير ياسر. تم تقسيمهم على 3 ترونش لهنا إدارة الترجي يعني فاش خمت في الوقت الحالي. صحيح خمت أني باش تفسخ العقد باش تجيب زوز أجانب تحاول تدعم الفريق، ولكن وقت اللي انتدبت يوسف أمارو في بداية الموسم، هل أنه إدارة الترجي كانت مخمة أنه نجم ينجحش في البداية ونجم ياخذ وقت ويصبر، لأنه نتفكروا مثلا كوليبالي في فترة الأولى مع الترجي ما نجحش وخذا وقت ثم أثبت وجوده في الترجي الرياضي. الترجي حاليا يقول لك ما نصبرش، حاجتي مكان متاع أجنبي، استغنى على رياض بن عياد، وكيف كيف حاليا استغنى على يوسف أمارو. المبلغ ديما نقول مبلغ كبير ياسر في الوقت الحالي اللي الترجي يعاني منه من مشاكل كما بقية الأندية، يعني ديما نضرب المثال بالترجي اللي هو أقل مشاكل من الأندية الأخرين، لكن الترجي رفع منع الانتداب يعني في آخر أوقات الميركاتو باش نعرفوا لهنا المشاكل الكبار اللي موجودين على الأندية الكليكة مش كان على الترجي. كيف كيف لازم شخصيا نعتقد في الوقت الحالي لازم يصير برنامج باش الغلط هذه ما تعاودش في الأندية الكليكة. هو الشيء هذا المشكلة اللي قاعد يتكرر في الترجي ديما، خاطر هنا شوف حتى إذا كان فريق ناجح لكن أنك تكون ديما في الانتدابات نتاعك تقول ناجحين، بون هنا كيما نقول شويه من الحنه وشويه مرتبط لدي، معناها فما اخطاء يتحملها الترجي في انتداب بعض اللاعبين اللي ما يقدموش الاضافه، ولكن فما زاد انتدابات ما يتحملهمش الترجي ويتحملهم اللاعبيه اللي جاوا للترجي، كيما أمارو مثلا كان لاعب ممتاز جدا في الاتحاد المنستيري ولاعب قدم مستويات ممتازه خاصه في البطوله الوطنيه، ومنذ قدومه للترجي في المقابلات الاولى قدم مقابلات محترمه ثم تراجع مستواه. وهذه نطرحوا تساؤلات، لكن كيرينه تراجع مستوى هريتو ملول قدم مستوى جيد ثم تراجع مستوى، كان ينجم الترجي يصبر، لكن في الوقت الحالي الترجي يقولك ما نجمش نصبر أني على ملاعبي باش نخليه مثلا 6 شهور أخرين. هنا نرجعوا التساؤل في البداية على أنه برنسيب شا الترجي باش أنه ينتدب الملاعبي، الانتدابات قام بهم طارق ثابت هذا اللي نعرفوه الناس الكليك، كان هو المشرف على الانتدابات في الترجي الرياضي. ثم في الوقت الحالي طارق ثابت مازال موجود في الترجي، تم الاستغناء على يوسف أمارو. كيف كيف قيمة فسخ العقد،
الملاعبي ما قدمش إضافة في الترجي، وجمهور الترجي مش قادر حاليا باش أنه يصبر على ملاعبي آخر. هذوما الكلية كان نقاط وعوامل خلوا الملاعبي غادر، ولكن نتصور الترجي لازم يبني على الخمس سنين الاخرانيين. كي نحكي خمس سنين تقريبا ما فما حتى ملاعبي اجنبي من عام 2018 ولا 2019 جا للترجي وقدم الاضافه او ملاعبي بلغتنا نقول يصلح. ما فما حتى ملاعبي من ويليام توغاي، من رياض بن عياد، غيره من الملاعبيه، برشا ملاعبيه يعني كيبا سوي الملاعبي كيف كيف، هذا ملاعبي صغير حاليا ولكن كيف كيف مازال ما عطاش برشا للترجي. فما برشا ناس تحكي لي لازم ياخذ فرصه، صحيح مازال صغير ولكن في الوقت الحالي الترجي ما عادش لازم وقت باش يصبر، ما ينجمش يزيد يصبر اكثر، ماذا بيهم لاعبيه تكون حاضره. هذا اللي باش نستناوه، هل انهم زوز اجانب اللي موجودين حاليا في الترجي باش يعطيوا الاضافه، زوز انتدابات نتصور انا في قيمه الترجي في الوقت الحالي. لكن المشكل انه في بعض الاحيان نراهم لاعبيه في كيبات اخرين ينجحوا يقدموا اداء كبير، ثم تصير المفاجاه كي يجيوا مثلا مع الفرق الكبيره ما يقدموش نفس الاداء، تصير صدمه نوعا ما من المشجعين، خاصه كي نحكيوا على اومارو. اداء يفرق ياسر ما بين اومارو في المواسم الاخرى مع الاتحاد المونستيري اللي غيابه كان مؤثر، عودته تكون عوده واضافه كبيره ياسر، ثم جاء للترجي ما فما حتى اضافه. ان شاء الله يكون على الاقل الترجي يكون تعلم الدرس باش مستقبلا يتم بناء يعني انتدابات او الميركاتو، ويكون الترجي يدخل بهدف واضح انه الملاعبيه معينين باش يكونوا في قيمه مريول نتاع الترجي الرياضي. زاد تغيير المدربين هم اللي يختاروا بروفيل معين نتاع اللاعبين، وهنا هذا كله مربوط كذلك بتغيير المدربين. مهدي بن سليمان، حبيت نقول كلمة على أومارو. حبيت نفسر لكم تويكا لا ديريكسيون تاع الترجي الرياضي التونسي وقت اللي التشأت كوني معناتها الانتداب لاعبين من البطولة باش تطيح بهم لي بروبابيليتي نتاع الفشل، خاطر وهبي قالها لأنه إدارة الترجي ولا ديريكسيون تاع الترجي درست الصفقة هذه وحطت معناها احتمال كوني تفشل وإلا لا. دونك الترجي كيف انتدب أومارو من الاتحاد الرياضي المونستيري حبي يطيح له ماكسيموم لا بروبابيليتي نتاع كونه لاعب يفشل، لكن مالوغوزمون شكون جابوا اللاعب هذا؟ مو جابوا المدرب انا ذاك اللي هو معين الشعباني، لكن مالوغوزمون لاعب تعرض لاصابه طويله الامد، خلينا نقولوا معناتها 5 شهور ولا قداش 4 شهور ما مسش الكره لاعب من البطوله العربيه، سي توت افي نورمال معناتها باش يتنسى ولا باش حتى كيش يرجع مش يرجع بيان اون جومب ومش يرجع اون فورم. يعني هذاك اللي خلى اداره الترجي كوني ما تصبرش عليه. علاش ما تصبرش؟ على خاطر لي زومبيسيون تاع الترجي يفرضوا عليها كوني ما تصبرش على ملاعبي اكثر من 6 شهور ما عمل فيهم حتى شيء، بو امبورت معناتها تضرب ولا هو مش في فورمه ولا مهما كانت الظروف الترجي راي جمعيه مش تصبر على حتى ملاعبي مهما كان اسمه زاده. وان بلوس ما ننساوش كونه الترجي وجماهيره طالب بلقب سناء كوت كوت، يعني ترجي سناء جمهوره ما تحكي له حتى حكايه، لازم يرافق الجمعيه تجيب تيتر. بطبيعه الضغط الايجابي هذا كيف يتسلط على الهيئه المديره باش تولي تشوف السبل الكل الناجعه باش تحقق الاماني نتاع الاحباء نتاعها. بيان سور شنو هما السبل؟ هما انتداب مدرب، هما انتداب لاعبين. بيان سور باش تنتدب لاعبين اجانب لازمك تفرط في لاعبين واللي هما بن عياد واللي هما اومارو. دونك انا نشوف التمشي سليم وسي توت افي نورمال اللي قامت به لا ديريكسيون تاع الترجي الرياضي التونسي في انتداب اهولو. الحق سي تام بروفيل انا تبعته مليح مليح اللاعب هذا حتى في الباساج نتاع الرجاء، فما شكون يقول مش ناجح؟ لا الحق انا نشوفه ناجح قوي في الان كونتر ان، يفك الكره ما فماش ما تتعداش يا انت يا الكره. إيه لكن مهدي يا ما لاعبين جو للترجي وكانوا ناجحين مع فرق اخرى وكي جاو للترجي ما نجحوش، لعل اومارو يمكن اكبر مثال. نفس الشيء بالنسبه لمعتز زدام، انا انت ومهدي وهم ما حكيتوش على معتز زدام. معتز زدام صحيح مشى على سبيل على انتقال اعاره لمصري بورسعيدي، ولكن زي معتز زدام كان من ابرز اللاعبين الموجودين عندنا في تونس ويحمل الجنسيه التونسيه، لكن منذ التحاق بالترجي ماهوش معتز زدام اللي كان في النجم. والله يا امير كونسيرنون القضيه معناتها نتاع صدام خلينا نقولوا مش مفهوم الحق، سيد لا كويزين انتيرن بحت الحق، ممكن كان المحيطين بالنادي الترجي الرياضي التونسي هما اللي يعرفوا خبايا الحكايه اللي قاعد يتعدى بها صدام. خطر لي اللاعب حتى كيف يهبط 5 دقائق في لقاء ولا 10 دقائق ياخذ الفرصه يعمل اللي عليه. انا نشوفه بالحق سي تام بروفيل بوليفالون والقدام يعطيك الحلول، لاعب ممتاز الحقيقه قريب برشا من المنتخب الوطني التونسي كان في فتره ما. ما نعرفش شنو اللي صار مع معتز الصدام ينجم يجاوبنا على الحكايه هذه، كان المحيطين بالنادي واللي قراب برشا من النادي واللي يعرفوا خبايا الحكايه هذه. ذاك علاش معناها لو ميستير نتاع معتز الصدام انا بيرسونيلمون ما نعرفش، ما عنديش معلومات، وما ولتوا معناتها ما نعرف شنو اللي
اللي خلى معناتها معتز صدام وصفقة معتز صدام للترجي الرياضي التونسي تفشل بالطريقة هذه، وفي كل مقابلة كنا نقولوا هاي معتز صدام لازم يكون تيتولير في اللقاء هذا، نلقاه أورليست جملة على المدارج يعني اللاعب ما يتمش الاعتماد عليه. دونك أنا نتصور كون الأسباب تعود الأسباب تأديبية بحتة بخصوص معتز الصدام، الشيء اللي خلى الترجي الرياضي التونسي فرط فيه الفريق المصري البورسعيدي. انا نتصور زاد كون المدرب الجديد ميغيل كاردوزو كيف جاء للترجي الرياضي التونسي عاين اللاعبين لاعب بلاعب، كان جاي يحتاج البروفيل معتز الصدام وشاف كونه البروفيل هذا ينقصه والا ينجم يعمل عليه في قادم الاستحقاقات، راهو طلب من الهيئه باش تخليه. لكن معناتها لو ميستير معتز الصدام اي مدرب يجي شد الترجي الرياضي التونسي يتم اقصاؤه ديريكتومون من الجروب، يسرا اكارتي. الحقيقه انا بيرسونيلمون كصحفي ما عنديش شنو ما معناتها مهدي الخبايا نتاع الحكايه هذه. النقطه هذه معتز الصدام الحقيقه انت ما عندكش المعلومات، ولكن فما حاجات ظاهرين للناس الكوليك، كيكون ملاعبي متميز ومتألق في فريق النجم الساحلي اللي هو فريق كبير ثم يجي للترجي الرياضي، ممكن خطوة معتز الصدام للترجي الرياضي شخصيا حسة كأنه خمم في الشهرة أكثر من أنه خمم في كرة القدم، خمم باش أنه في فريق نوعا ما أكبر شوية، يقولك بتاريخ أكبر نوعا ما باش يمشي ينافس على دوري أبطال أفريقيا، باش ينافس كل موسم على الألقاب، أقل مشاكل مثلا من اللي كان عايش فيه في النجم الساحلي، لأنه معتز الصدام في وقت ملاقات كان ملاعبي يهز النجم الساحلي على ظهره، يعني ملاعبي يهز الحمل وهو يجيب برشا مباريات، شخصيا كنت فرشت فيه في برشا مقابلات في مباريات كبار زي ما حكيو ضد نادي الفريق ضد الترجي يظهر بأداء كبير، نبأنا له مستقبل كبير في لحظة من لحظات، يعني تشوف الفريق كيفاش تحول، يعني يعني الملاعبي كيفاش تحول مع الفريق، هل أنه للدرجة معين الشعباني وطرق ثابت وميغيل كاردوزو ثلاثة مدربين وحتى قبله نبيل معلول المدربين هذوما الكوليك غالطين في الملاعبي هذا؟ ما نتصورش الملاعبي الحقيقة الكلام اللي قاعد يوصل لي شخصيا اللي هو ملاعبي مش منضبط 100% داخل يعني حتى في التمارين خارج الميدان، ملاعبي مش قاعد يحس تقريبا بقيمة المريو اللي هو لابسه، لأنه كي تجي أنك تلعب في الترجي الرياضي صحيح تلعب في فريق كبير ولكن لازمك تعطي اللي عليك، جمهور الترجي ما نجمش يصبر عليك وهذا أحسن تمشي. أنا شخصيا كنت مع أنه الفريق نجم يصبر على أومارو من هنا لآخر الموسم خاصة أنه كان عنده إصابة، لكن معتز الصدام الموسم اللي فات تعدى بدأ أول موسم طريقة جيدة، الموسم هذا كان ظهر في مباراة تي بي مازنبي أداؤه متوسط عموما له خايب له باهي، ولكن فما حاجات كان ينجم يبني عليهم مستقبلا. انت بالله سامحني وهبي قصيت عليك، ما تشوفش كون الحادثة الشهيرة اللي صارت للاعب هذا وقت اللي فاست التجأ البنك النجم الرياضي الساحلي وكل لقطة الغير أخلاقية اللي صارت، ما تحسش هذيك معناتها بمثابة لو تغنون في الكاريير نتاعو من لقطة هذيك، كون اللاعب المستوى نتاعو قاعد ينحدر وقاعد يعني نسمعوا فيه في قضايا تأديبية وكذا مع جامعته. لو كان الملاعبي من الملاعب يظهر من الاول، يعني لو كان هو منضبط 100% وهو فيه الصفات الكوليكه نتاع الكمال في الكره كان ينجم يظهر، لكن كي تشوف لقطه من لقطات هذوك مع فريق كنت انت فيه يعني اللقطه ما تجيش بالكل الاولى. الثانيه معتز الصدام مش فقط في اللقطه هذه، راه معتز الصدام حتى كي ياخذ وقت قليل كي يظهر في المباراه، انت قلت انت ترى يعطي اللي كل اللي عليه، لكن انا شخصيا مانيش راه في معتز الصدام يعمل في حاجه كبيره في قيمه الترجي مقارنه مثلا بوست يشبه له ياسر اللي هو محمد علي برمضان. نورمالمون انا شخصيا كنت استنى مع محمد علي برمضان خروجه من الترجي باش يعطي فرصه اكبر لمعتز الصدام باش يظهر اكثر في الفريق، وعوده الشعلالي غاليه ما نساوش زاده بالفعل، ولكن البروفيل نتاع الصدام يقرب اكثر لبروفيل برمضان اكثر من انه الشعلالي في الوقت الحالي. خروج اولو يعني قدوم اولو مع الشعلالي مع حسام تقان نصور هذا التريولي اكثر باش يمشي في وسط الميدان معهم ينساس، هذا نصور اللي باش يعمل عليه. كيف المدرب وقت اللي يتفرج في الملاعبي ما نتصورش مدرب جاي باش يبني فريق ويخمم في, في في يعني يخمم في المستقبل نتاع الفريق ويخمم في الفريق حاليا شنو هو ناوي يعمل ويرى ملاعبي دو كاليتي ما يخليش. لو فما مدربين مهما تكون انت الملاعبي ومهما تكون امكانياتك الا انه انت كما قدمش الاضافه اللي عليك ما يخليكش في الفريق، وهذا اللي صار مع معتز الصدام. نتمنى انه يصير معتز الصدام تكون يعاود ينسي الكاريير نتاعو في المصري البورسعيدي كما صار تقبل مع علي سجلاسي وريناه مطلوب حتى في فرق كبيره وحتى لهنا في تونس كان عاود تطلب. نتمنى انا شخصيا يمشي معتز الصدام يعاود ينسي كاريره، كان فما بوسيبيليتي باش يمشي يقعد المرسل البورسعيدي يفرض وجوده فبها، ما كانش يرجع بعد للترجي الرياضي وبعد يشوف مستقبله، لكن ملاعبي كما هكايا مش اول مثال نتمنى انه يبنيوا عليه معناه باش ما عادش يصير حوادث كما هكايا. واضح من الفقره هذه وفقره